اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب باستاذ شهاب يحيى، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للريشه الطائره، وكان رئيس بعثه منتخب مصر في اوغندا. وبالمناسبه زي ما قلت لحضراتكم، مصر توجت بهذه البطوله، بطوله الريشه الطائره البارالمبيه، للمره الثانيه على التوالي، ونائب رئيس الاتحاد العربي ايضا. استاذ شهاب اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، والف مليون مبروك. جهد يعني مشكور ونتائج كمان جيدة ما شاء الله. الحمد لله، وألف شكر لكم جدا لدعمكم دايما لينا ومساعدتنا في الأخبار والأبطالنا البرلمبيين. الحمد لله رب. منورنا يا كابتن. وأكيد كمان بنرحب بياسمين عيسى، بطلة مصر وصاحبة فضية بطولة إنجلترا منذ أيام. أهلا بك يا ياسمين. منورانا، وألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلينا نبتدي مع طبعا أستاذ شهاب. يمكن كلمنا عن بطولة أوغندا، لازم الناس تعرف برضو النشاط البرلمبي في الريشة الطائرة ابتدى ازاي، بطولة افريقيا المرة الثانية على توالي. كلمنا عن انجاز مصر والبطولة والاستعدادات، يعني كلمني بشكل عام عن البطولة. هو طبعا انجاز مصر ده يعني الحمد لله احنا متكرر كل سنة عندنا ان احنا رواد البارة في افريقيا وفي العرب من سنة 2017، من ساعة ما دخلت البارة في افريقيا في اول بطولة افريقية كنا احنا اول منتخبات المصريه المشاركه باكبر عدد لاعبين، والحمد لله خدنا اكبر عدد ميداليات. ساعتها وصلنا لحوالي 18 ميداليه ما شاء الله، تمام، ومنهم حوالي 15 ميداليه ذهب واثنين والباقيين ثلاثه فضه. فالحمد لله احنا من ساعه 2017 لوقتنا هذا احنا رقم واحد في افريقيا، والمنتخب رقم واحد في افريقيا اللي بيتاهل كل سنه لبطوله العالم تبع الاتحاد الدولي. المنتخب المصري بيتاهل كل سنه، ما عندنا ياسمينة وشيماء بنتاهل باكبر عدد ممكن. عندنا احنا البطوله دي خدنا 10 ميداليات، 7 ذهب 2 فضه 1 برونز، برضو عدد كبير. عدد كبير الحمد لله، وتفوقنا مع طبعا مع قدره الدول اللي كانت مشاركه فيه، حوالي كان 17 دوله او 15 دوله مشاركه على مستوى افريقيا كلهم بالمنتخبات كلها. اول بطوله افريقيه 2017 تفتكر كان دوله مش يعني كم دوله كانت مشاركه عشان نتخيل بس حجم التوسع في اللعبه في افريقيا؟ كان حوالي 9 دول. النهارده بنتكلم في 17. النهارده بنتكلم في 17 دوله كانت مشاركه فعليا، باقل دوله كانت جايه بست لعيبه ما شاء الله. الموضوع بيكسباند بشكل مرعب يعني جداً. النهارده بتتكلم في كل بطوله بيزيدوا ولاعيبه بتخش ومنتخبات بتشارك. لا الموضوع بقى محتاج، انتوا كده قدامكم عندكم على فكره مهمه صعبه، ان لما بتتوسع يبقى في مزيد من المنافسه، فانتوا النهارده محتاجين طبعا تطوير اكتر واكتر، خاصه ان مصر زي ما حضرتك قلت احنا الدوله الرائده في الريشه الطائره البرلمانيه. طيب مين ابرز المنتخبات اللي كانت منافسه لينا في البطوله اللي فاتت؟ طبعا كان عندنا منتخب نيجيريا وكان منتخب كوتوفور، دول اكتر اتنين منتخبات كانت منافسين لينا. الفاينل كان مع مين؟ الفاينل كان في احنا البره عندنا في 6 كلاسات اولاد و6 كلاسات بنات بلس الميكس والدبلات بتاعتهم. حسب تصنيف، تمام، حسب التصنيف بتاعهم. فده بناء عليه ففي فاينلات كانت معظمها كانت مع نيجيريا، والباقي كان مع كوتوفوار، وكان في يعني 2 فاينلز كان مع اوغندا. يعني احنا بنتكلم في 6 تصنيفات رجال و6 سيدات، يعني بنتكلم على 12 ميداليه. 12 ميداليه خدنا 10. خدنا 10 منهم يعني راح منا ميداليتين بس، الله اكبر. يعني بنسبه بنقول 90% يمكن اكتر من 90%. الحمد لله نتيجه النجاح لنا الحمد لله. طيب خلينا نتكلم ان البطوله دي مهمه ليه، يعني ايه اهميه بطوله افريقيا ان احنا ناخدها؟ هل دي بتفرق معنا في الرانك كمنتخب؟ بتفرق في الرانك مع اللاعبات او اللاعبين؟ بتفرق معنا في مشوارنا لباريس 2024 ولا بتفرق في ايه؟ هي بتفرق في حاجات كتيره. بالنسبه للاعيبه طبعا بتفرق في الرانك بتاعهم للتاهيل لروتو باريس اللي احنا الحمد لله بنجري دلوقتي فيه، اللي احنا نقدر نوصل بيه معانا ياسمين عيسى ومعانا شيماء سامي الاثنين بيحاولوا يتاهلوا خلاص دلوقتي لسه، بس قربوا جدا. قربوا جدا الحمد لله. ياسمين النهارده واحنا داخلين حضرتك الحمد لله هي رقم 7 على العالم. شفتي بقى ياسمين؟ شفتي بقى انت لو جيت لنا حلقه الاسبوع الجاي هتبقي 5. يعني كل ما تجي لي حلقات وتيجي القناه الاهلي حلقات هتلاقي نفسك بتعلي في الرانك، وشنا حلو الحمد لله عليك. تمام، والحمد لله برضو عندنا شيماء رقم 6 دلوقتي الحمد لله رب. فان شاء الله اخر عندنا باقي 3 بطولات في الرانك. بطوله افريقيا برضو مهمه للتاهيل لبطوله العالم ان شاء الله، هتبقى في شهر ان شاء الله في شهر 2 في تايلاند. تايلاند متقدمه في اللعبه فهم طبعا اسيا عندهم كتير ان شاء الله يعني نحاول ننافس عندنا بالابطال بتوعنا ان شاء الله. طبعا يعني بتفيد تاني الاتحاد من ناحيه الاتحاد الدولي بينظر للقاره الافريقيه وبينظر لمصر بالاخص ان هي عندها تطوير وعندها اداء ولاعيبه بتعرف تجيب، يعني في شغل مقام على الناس دي، في خطه موضوعه، في تنميه دايما بتحصل للاعبين، اعداد اللاعبين المشاركه، فبيحصل رؤيه مختلفه للاتحاد الدولي لمصر. الاتحاد يعني في اجاب من الاتحاد الدولي، وانا ده المحور بقى اللي عايز اتنقل عليه. بس يعني النهارده في احترام وتقدير من الاتحاد الدولي وفي خطوات اتخذت على ارض الواقع، بس ده خليه المحور الثاني. بس اروح لياسمينة طبعا، الف مبروك، انت كنت لسه راجع من انجلترا. ايه بقى قصه فضيه انجلترا؟ احكي لي. هي بطوله انجلترا كانت بطوله ليفل 1، فكان بيشارك فيها اول 12 بس على العالم.
يعني اللي شارك اول 12. هي بتبقى عندنا البطولات فيها كده مستوى، هي بطوله انجلترا كانت ليفل 1 فهم كانوا اول 12 بس، فانا شاركت في الزوجي وفي الفردي. برافو. في الزوجي بلعب بقالي 3 بطولات، بلعب مع فريق مع واحده من امريكا. مش شرط شيماء يعني، مش لازم كل لا ما هو شيماء تصنيفها بيلش كلاس تاني. تمام. فانا تمام. لازم العب مع حد نفس الكلاس بتاعك، فبتلعبي مع لعيبه من امريكا. فبلعب مع لعيبه. بتشوفوا بعض في البطوله ولا بتلعبوا مع بعض قبل كده ولا لا؟ هو احنا اول بطوله لعبناها كانت في ابريل مع بعض. كان اول مره احنا اصلا صحاب بره الملعب فعلا، فقلنا قررنا نجرب نلعب بطوله مع بعض، جبنا فيها ذهب في البرازيل، بعدين كملنا برضه في كندا جبنا ذهب في شهر 6. ما شاء الله. المره دي بقى للاسف جبنا ما شاء الله، ده كام ده بس لله بقى على كده. فده كان في بالنسبه للزوجي. في الفردي الحمد لله وصلت لدور الثمانية. بعد كده قابلت بطله انجلترا اللي هي حاليا رابع عالم، لعبنا ماتش كان قريب، خسرت في اخر شوط 21-19. برافو برافو. بس كان ماتش يعني قريب الحمد لله. ما شاء الله. طيب انت بتقولي انا واللاعيبه الامريكيه صحاب، صحاب منين؟ كنت بشوفها في بطولات كتير. اتقابلته في بطولات يعني. احنا شفنا بس عمرنا ما لعبنا مع بعض. فهي برضو يعني هي قريبه مني في السن وكده، فكان الموضوع بالنسبه لنا حلو انك لما يبقى في كيمستري ما بينك وما بين اللي بتلعب معاه بيبقى الموضوع لطيف يعني. برافو برافو جدا. طيب طبعا بطوله انجلترا لما خدتي فضه في الزوجي، عملت ايه في الفردي؟ في الفردي وصلت دور الثمانية. حلو. وبعدين لعبت اللي هي رابع عالم وخسرت في اخر شوط. بس كويس يعني انت من الثمانيه العظماء برضو زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله. فكده الحمد لله احنا على مستوى الزوجي وعلى مستوى الفردي احنا تمام، وده دليل اكبر دليل ان احنا طلعنا في الرانك. الحمد لله. ما شاء الله بينا السابع زي ما حضرتك قلت، مش مظبوط؟ هي السادس. السادس. شيماء السابع. شيماء السابع. تمام يعني انت وشيماء سادس وسابع. طيب يعني خلينا نقول انه ده بدايه، مش عايزين نقول دي النهايه، دي بدايه. ايوه. هل ممكن يعني ان شاء الله نشوفك في رانك اول تاني، ولا انت شايفاها زوايا صعبه؟ بامانه. اول تاني يعني انا عالم في الرانك دلوقتي اظن الموضوع مش بعيد، بس عايز وقت. بس عايز وقت. لكن انا ممكن الحمد ان شاء الله يعني اطلع كام مكان، بس لسه اول وتاني يعني. حضرتك بتتكلم مع ناس الهند واندونيسيا والناس دي؟ لا مين، احنا ياسمين عندنا ما يهمناش. لا لا بس يعني ان شاء الله شغالين في التاسكه دي. طيب بدايتك مع ريشه الطايره برضو، خلينا نتكلم ان ريشه الطايره زي ما قال الكابتن وتفضل يعني بالذكر انه بدأنا 2017 كنشاط واحنا من الدول الرائده في افريقيا. تمام. ليه اخترت الريشه الطايره؟ هو انا كنت بداتها في المدرسه، بعد كده عجبتني الرياضه فقررت ادخل فيها في النادي. ففي 2017 نادي ايه؟ النادي هليوبلس. هليوبلس. كنت بلعب مع المدربه، هيك المدربه بتاعتي كابتن هاديه حسني، هي بطله اولمبيه. فهي كانت ساعتها في 2017 في بطوله عالم هتتعمل، هيقبلوا فيها اي حد من اي رانك عشان عايزين يوسعوا اللعبه. برافو. فانا ما كنت، انا كنت ساعتها مش عارفه اي حاجه عن الرياضات البارا او اي حاجه، فقالت لي دي فرصه ليكي تجربي الريشه البارالمبيه. فساعتها انا رحت قلت لها، يعني كان لسه بنتكلم وكده، فقالت لي جربي بس الريشه البارالمبيه. فانا كنت بلعبها ساعتها كهوايه. برافو عليكي. بس بعد كده طبعا رحت سافرت كوريا، كانت اول بطوله ليا. كوريا. سافرتي مع المنتخب ولا لوحدك؟ لا هو ساعتها كانت لسه الريشه بتبدا دي، فانا كنت اول يعني كنت اول واحده. سافرت على نفقتك الخاصه وكل لا حاجه؟ لا كان جالي دعم المره دي. كان الحمد لله كان جالي دعم ساعتها، فسافرنا انا وكابتن هاديه، ومن ساعتها بقى الريشه في مصر وافريقيا كلها بدات تتوسع. بس انت حبيت اللعبه؟ لا طبعا انا بحب المدرسه. بدايتي في المدرسه، كانت بدايتي في المدرسه. بس بدات تحبيها وبدات. بس طب هسالك سؤال بامانه، يعني يعني حاسه ان الرياضه البارالمبيه النهارده بتتوسع في مصر؟ حاسه الموضوع بقى فيه اهتمام بامانه وبقى غير قبل كده، ولا شايفه الدنيا يعني محتاجه لسه زقه؟ هو انا عمري في الرياضه البارالمبيه برضه عشان هيتقال مش كبير قوي، بس انا طبعا شايفه توسع كبير في العمر الصغير اللي انا شفته. صحيح. يعني في فرق كبير قوي من اول ما الريشه بدات لحد دلوقتي. حتى لو اتكلمنا عن الريشه والاتحاد مثلا الريشه، لا دلوقتي في فرق كبير جدا، عدد اللاعبين كبير جدا. بطوله الجمهوريه فيها عدد كبير جدا، فاحنا عندنا يعني دايما بنجيب ناس كتير. فدي طبعا فرق. مثلا لو قارنا اول بطوله الجمهوريه اتعملت بارا بطولات الجمهوريه دلوقتي، في فرق كبير. طب شعورك ايه بقى ياسمينه وانت على الـ على الـ على الفرونت بيج زي ما بيقولوا، او اللوجو بتاع البطوله، وانت واخده النصيب الاكبر افريكا بارا، يعني شايفه ايه لما شفت صورتي كده؟ حسيتي بايه؟ لا طبعا كان احساس حلو جدا ان انا اشوف صورتي على البوستر، وكان يعني كانت اول مره تحصل لي، فكان طبعا بالنسبه لي اللي هو لا لا كان طبعا احساس حلو جدا. طب مين اللاعبات اللي معاكي دول؟ يعني مين اللي على شمالك؟ اللاعبات ايه؟
اللي جنبية بتلعب لفريق أوغندا، هي أول بنت تتأهل للبارالمبياد، جالها وايلد كارد في طوكيو 2020. يعني سبقاكي؟ لا، هي انا الكلاس بتاعي ما كانش موجود في طوكيو، فانا ما كنتش بحاول اتاهل لطوكيو بالظبط، لكن بس هي الكلاس هيبقى موجود في باريس. ان شاء الله، ان شاء الله. الحمد تمام لله. طب والتانية بقى اللي هي اصغر شويه؟ مش باينه. لا يعني ما اقدرش اقول هي، لكن اعرف الولد اللي على جنب خالص من كورت ديفوار. طيب لعبت كام بطوله افريقيا يا ياسمين؟ لعبت بطولتين افريقيا. بطولتين اللي هي السنه دي؟ لا، هو انا السنه دي السنه الوحيده اللي ما شاركتش فيها، كنت بعمل معسكر. معسكر فين؟ في انجلترا. طب قبل بطوله انجلترا؟ قبل بطوله انجلترا. واللي قبلها اللي فاتت شاركتي فيها؟ اللي قبلها شاركت. واللي قبلها شاركت فيها، يعني اخر ثلاث سنين شاركتي في نسختين. عملت فيهم ايه؟ جبت فيهم ذهب الحمد لله. ما شاء الله اكبر. لا احنا بنتكلم مع بص احنا بنتكلم مع بطل كبيره جدا جدا يعني. فطيب احنا يعني من هنا بقى لباريس عندك ايه؟ يعني طبعا استاذ شهاب قال ان انت عندك تركه او لسه يعني خطوه عشان نبقى رسمي تاهلنا لباريس. تمام. ناقصك ايه؟ محتاجه ايه هتعملي؟ هو اخر يوم تاهيل 31 مارس، ففي الوقت لسه بدري. فهو دلوقتي في ثلاث بطولات متبقيه في 2023، بعدين ثلاث بطولات كمان من ضمنهم مصر الدوليه في 2024، ففي حوالي ست بطولات متبقيين. فهي الهدف انك يعني ان انا احاول احضر اكبر عدد بطولات ممكن عشان اعرف اجمع اكبر عدد ممكن ونقط يعني، وان شاء الله تتأهلي. ان شاء الله تتاهلي باذن الله. ان شاء الله يعني بطله كبيره زيك، مين ما كانش يروح الاولمبياد؟ انا اللي اروح؟ لا طبعا انت اللي تروحي. طيب يعني برضو خليني اقول لك على حاجه، انت بتدرسي ايه برضو؟ لان برضو لازم الناس تقول تعرف حياتك يعني الاكاديميه. انا حاليا تاني لسه مخلصه تاني سنه جامعه، بدرس سياسه واقتصاد. ان شاء الله. شفت بقى يعني بجد يعني دايما الرياضيين بلاقيهم يعني في الاكاديمي والرياضه اللي بيتفوق في الرياضه اوتوماتيك بتلاقيه الاغلبيه، خلينا نقول الاغلبيه بتبقى كده عشان بس ما نقولش بنسبه 90%. يعني انت في سنه ثانيه خلصت سياسه اقتصاد؟ في سنه ثانيه خلصت، يعني حاليا لسه مخلصه سنه ثانيه. ما شاء الله. طب وبتلاقي دعم من كليتك؟ طبعا، هو انا حاليا بدرس في انجلترا، يعني عايشه هناك و بتدرب هناك يعني الفترة الحالية يعني عشان اعرف اوازن ما بين الاثنين. جامعة ايه في انجلترا؟ لوفبرو. والسنتين قعدتيهم هناك؟ سنتين قعدتهم هناك، بس طبعا بنزل مصر. وبتلعبي هناك في الجامعة؟ بلعب باسم يعني الجامعة. بلعب باسم الجامعة. ما شاء الله بجد. تسمح لي احييكي بجد والله، احييكي على الهوا فعلا يعني بأمانة. انت يعني حد يعني سفيرة للبنت المصرية تستحق التحية والله العظيم بجد. استاذ شهاب اجي لك بقى، يعني المحور اللي كنا بنتكلم فيه، معلش انا طبعا يعني زي ما بيقولوا يعني لما بتلاقي حد الحقيقه بيحظى باحترام كده، الحقيقه انا ما بقاش عندي كلام اقدر اقوله يعني، فغير ان انا حيي بصراحه ياسمين واتمنى لها كل التوفيق. خلينا نرجع لحضرتك، انتوا كاتحاد ما شاء الله عاملين شغل كويس، حصل اشاده من الاتحاد الدولي لدرجه ان احنا رحنا ان الاتحاد الدولي هياخد خطوه ما حصلتش قبل كده. لا انا عايز اسمعها من حضرتك والساده المشاهدين يسمعوا. هو دلوقتي طبعا احنا بدانا البارة ونشاط الاتحاد كله من ساعه المجلس اللي قبلينا على طول. انا كنت برضه في الحمد لله كان ليا شرف في المجلس اللي فات. انت كنت في المجلسين؟ في المجلس اللي فات، وجدد لي الثقه في المجلس ده الحمد لله من سنه 2017. حطينا في المجلس اللي فات خطه موضوعه للتنميه وتطوير الريشه في مصر عموما. برافو. بالنسبه للاسوياء وبالنسبه للبارة، ودخلنا نشاط البارة وقعدنا عملنا الخطه والحمد لله مشينا بيها وكوننا وعملنا فرقه البارة وعملنا الكلام ده والنتائج وكل الكلام ده. جينا بعد كده الحمد لله المجلس يعني انهى مهمته، جت المجلس الجديد دلوقتي، جينا برضو اخذنا ثقه في نفس الخطه وعملنا التعديلات طبقا للظروف المحيطه والمستجدات اللي طرحت علينا ومشينا عليها. بناء عليه طبعا احنا كل سنه بنبعت ريبورت، لازم يتبعت ريبورت كامل عن نشاطنا المحلي للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي كده بيبقى شايفنا في الانشطه الدوليه بره كلها اللي احنا بنشارك فيها. فالحمد لله كنا لسه في اجتماع الاتحاد الدولي في ماليزيا من 3 اشهر اتبلغنا. حضرتك كده حضرت الاجتماع ده؟ حضرت الاجتماع انا وزميل ليا. كان الجامعة عمومية ولا اجتماع؟ لا اجتماع. اجتماع الاتحاد الدولي. حضرتك نائب رئيس الاتحاد العربي كمان؟ نائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد. صفتك الرئيس نائب رئيس الاتحاد ولا عضو الاتحاد المصري؟ لا عضو الاتحاد المصري. يعني انت رايح بالصفه دي؟ بالصفه دي. ممتاز. تمام. فحضرنا فتبلغنا ان احنا الحمد لله ان الاتحاد الدولي بناء على الانشطه والخطه الموضوعه والريبورتات اللي بتترفع والانشطه الدوليه اللي احنا بنشارك فيها بنتائج ابطالنا، الاتحاد الدولي ان شاء الله نازل مصر هيعمل ثقه زي ثقه لمصر ان هو هيبقى مركز تنميه وتطوير لافريقيا بدعم من الاتحاد الدولي لينا، بدعم من وزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه بالتعاون معاهم.
ان شاء الله، وهم نازلين معانا في بطوله مصر الدوليه، جايين مدير، جاي مدير التطوير في الاتحاد الدولي بنفسه بالاستاف كله بتاعه، عشان ان شاء الله هتبدا الفعاليات بتاعه التطوير دي ان شاء الله والبروتوكولات من شهر 10. طب تسمع لي حقيقي كمان، يعني انا ببقى سعيد جدا. ليه ببقى سعيد؟ لما مصر بتستعيد مكانتها قدام المؤسسات الدوليه. والحقيقه النهارده يعني ما خلينا نقول ونكرر، وده كل الناس مقرره، ان احنا عندنا طفره كبيره جدا في البنيه التحتيه الرياضيه، وده اللي انا كواحد رياضي ما شفتوش على يعني على مداري، يعني بقى لي يمكن 40 سنه في الرياضه من ايام ما كنت صغير. انا مش كبير قوي بس يعني ولا لسه عندي بتاع سنتين ثلاثه وانا كنت في الرياضه دي، ولكن اول مره اشوف الطفره دي. فلما بيترجم ده من ولاد مصر بيوصلوا فنيا كمان الموضوع ده، لا يستحق التحيه. طيب مركز التنميه ده هيبقى عباره عن ايه؟ هل مثلا هيبنوا حاجه؟ هل هيستغلوا البنيه التحتيه المصريه؟ هل هيمدوا افريقيا بالكوادر ويعملوها هاب بوينت هنا، ان كل افريقيا تيجي تتمرن هنا وتبتدي تنمي نفسها؟ يعني المركز موجود، فكرته ايه؟ هينشر اللعبه ازاي؟ هو في كذا خطه ليهم الاتحاد الدولي معانا بتتناقش دلوقتي، ان شاء الله برضو لما ينزلوا مصر مع الوزاره، وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، هيتم التفعيل الحاجات المعينه منها. اولا في زي برنامج الشاتل تايم بتاع المدارس، ممتاز. ده يعني هينشروا الموضوع، هينشروا في المدارس. هو اوريدي احنا بادين مع الاتحاد الدولي الموضوع ده، اوريدي في مدارس فعلا اكتر من حوالي 15 مدرسه اتفعلت، بدات كده من المدرسه، منهم مدارس رسميه زي تبع لوزاره التربيه والتعليم، هايل. اللي هي مثلا زي المدرسه يعني مش بدون ذكر اسماء، لا قول، لان دي مدارس حكوميه، مدارس حكوميه اللي هي الدوليه زي الاي بي، المدرسه المصريه الدوليه دي اللي هي تبع لوزاره التربيه والتعليم، تبع وزاره التربيه والتعليم اللي هي الاي بي دي، اوريدي كان عندها السنه دي منهج الريشه الطايره بيدرس، والولاد امتحنوا في الريشه الطايره وخدوا تقديراتهم، كل الولاد الصغيرين منهم اكتر من كذا لعيب التحق بالانديه السنه دي في الموسم. برافو. فدي برضو هيبتدي يتطور ليها، هيتحط لها خطه تطوير تانية. عندهم قاعده تطوير ان هم عايزين يعملوا مركز لافريقيا كمان، ان يدعوا جميع التنميه لافريقيا كلها، المدربين واللعيبه، يبقى ده مركز تدريب للاعبين والمدربين، كورسات تدريب زي اللي هتحصل في مصر في شهر 10 للاعبين البارة واسوياء، للمدربين بارة واسوياء في شهر 10 السنه، في شهر 10 على هامش بطوله مصر الدوليه اللي هتقام في مصر. اول مره تقام بطوله؟ لا، دي النسخه الثامنه. تمام، دي النسخة الثانية لبطولة مصر الدولية. بس حضرتك قلت لي افريقيا السنة الجاية في الاوف اير هتعمل في مصر. لا مش البارة ان شاء الله باذن الله، أول بطولة دولية هتقام على أرض مصرية ان شاء الله من يوم 20/1 ليوم 28/1. ما شاء الله، جهد يعني جهد مشكور الحقيقة، ويعني اللي بيشتغل ربنا بيكرمه، واللي بيخلص ربنا بيكرمه. وبتتكلم على الاتحاد السابق بكل احترام، بتتكلم على الاتحاد ده بكل احترام، عايزين تفيدوا، لا أكيد لازم تلاقوا دعم. وأنا عايز أشوف بقى دور بقى وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ومساعدينه كانوا معاكم ايه؟ بس خليني برضه اروح لياسمينة. ياسمينة اكيد حياتك لما بدات تحترف الرياضه، خليني اقول بقى احتراف، اكيد اختلفت تماما عن قبل. يمكن قبل كنت اكيد بتمارسي رياضات وبتاع، بس النهارده انت بتحترفي رياضه معينه، بقيتي ليكي رانك عالمي، بقيتي بتشار ليكي بالبنان. شايفه قبل وقبل ازاي؟ قبل الرياضه واحترافها، وما بعد احتراف الرياضه، شايفه اني افضل واني احسن، وتقولي ايه للي بيفكر انه يخش الرياضه البارالمبيه؟ هي طبعا دلوقتي يعني حياتي حسيتها منظمه، وحاسه ان في هدف. انا يعني لما يبقى في هدف حد بيمشي وراه بيبقى الموضوع حلو، انك كل حاجه بتعملها بتبقى ليها علاقه بالهدف. لكن قبل كده طبعا كنت لما كنت برضو اصغر كنت بلعب، كانت كل حاجه بالنسبه لي اللي هو بلعبها فور فان، ما كانش في حاجات، ما كانش في هدف للحاجه، وما فيهاش حاجه غلط ان ما يبقاش في هدف طبعاً. لكن دلوقتي لما بيبقى احساس حلو انك عندك هدف ماشي وراه، وبيحسسك انك يعني كل يوم انت بتصحى او بتاكل طريقه معينه، خطوه في هدفك بالظبط. فطبعا لا الحياه ومنظمه اكتر دلوقتي، وبتعلم باخد يعني بتعلم حاجه كتير. طب اسرتك تمام فرحانين بيكي قد ايه؟ لا طبعا فرحانين يعني الحمد لله. طب بابا وماما على اتصال بيكي دايما وبيتابعوكي وبتابع اخبارك في انجلترا؟ طبعا يعني انا مامتي وبابايا بكلمهم يوميا طبعا، وبنقعد نتكلم ونشوف الخطوات الجايه ايه وكده. فلا ليك اخوات؟ الحمد لله. أصغر ولا أكبر؟ عندي أختين أكبر وأخ أصغر. ومتابعين أخبارك وأنت في إنجلترا بقى بتقعدوا تتكلموا على جروب العيلة والحاجات دي بقى وبتاع. طيب ويعني أكيد يعني كان دعمهم ليكي جزء من نجاحك؟ طبعا يعني طبعا أهليك جزء كبير جدا من نجاحي. تقولي لهم إيه طيب؟ لبابا وماما مثلا. أقول لهم شكرا على كل جهدكم معايا وعلى تعبكم معايا، وأتمنى إني أبسطكم قريبا. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وتشرفيهم وتطولي رقبتهم. طب تقولي ايه لاخواتك؟ اقول لهم
لهم شكرا، شكرا على وقفكم جنبي، وانكم يعني اي وقت احتاج اكلم اي حد انتم موجودين يعني ان انا اكلمكم في اي وقت. طيب حاسه ان انت ممكن تعملي حاجه بباريس 2024 ان شاء الله في حاله تاهلك؟ ان شاء الله. ان شاء الله يعني مستنيه اللحظه دي ولا؟ اكيد طبعا يعني بقالي يعني من ساعه سنه ونص مثلا لحد دلوقتي يعني بحلم باللحظه اللي هو 31 مارس يقولوا ياسمين تاهلت لباريس. ان شاء الله مش تاهلتي بس، ده احنا هنحتفل معاكي هنا بميداليه ان شاء الله. انا بشكرك ياسمين جدا ونورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل الحقيقه عشان نستقبل بقى كمان بعد كده عاطف عبد الكريم بطل افريقيا، وطبعا اكيد بنشكر ياسمين على وجودنا. هنطلع لفاصل بعديه هنستضيف عاطف عبد الكريم. بعد الفاصل نتقابل.